وقت وحضيضان خليمن على وساده البخت وحضيضان البخت وحضيضان خليمن على وساده ولو موجود بالميدان شا عاقدهم عقاده شا خل الزلم طشار شا قول على القاده ها ثورناه من سبان كون ايمن بالملعب من سبان كون ايمن بالملعب قلنا الحمد لله بس يمكن درجه الحراره 70 بالقران ماكو هيج حار بس الهفي الله يعين اللاعبين بالقران الكريم السلام ابو يعقوب الذهب ايش سويت فينا؟ فتح عينك بنورك انت جيت على مودي هسه وراح ارجع انا هسه هم ارجع وياك ويانا الحمد لله ابو هاري الله هو جامي ابو هاري الله هو جامي يا ياقوت كلام الله يا لؤلؤ ذهب يا ياقوت كلام الله اي خالد اي هذا امر قبض عليه يلا امر قبض عليه سجن والله لا جنيت خلوني قاعد القى لها مانع والله وكل هذا العقاله جرس يعني في المطر والله عليك القاء قبض والله قوم كابتن السلام عليكم كل عم هذا قالك والله كنا بدر ناصر اجيت من العراق دينار هسه شنو لا يا ولد انت مخوف يجي بعلى حتى الدشداش القديم كل دبيتن والله ستايلك توب هسه شنو راد لي ماي هسه رايد لك ماي مرة خالي مرة زينة وانت شنو رايك خالي لا بس Thank you.
وحودي واحدة يا الله. تخسر تخسر دجداشه ذا بيته والقران ذا بيت دجداشتك يا والقران ذا بيته ورحبوه يوم والله بحطيه جديد والله ذا بيته انا اخسر ليش رب امريكانو اي بس عندي غراض بيه اه مو بي... ها بس انا عندي غراض بيه شنو شنو عندك غراض مو مفتش انا بحب ماكو لا فلوس لا كل شيء شرب امريكان هاي قهوه مره انا راح افارقك خالي انت راح تروح العراق انا راح اروح القطر راح اشتاق لك يا خالي ابو وليد ما سويت وضع دجاجتك احسن اشرب ليش اجيب لك شيء حلو انطيط طيب شو اسمي اخذ توزع حيو ورث ها لا والله اي خطيه خطيه انت على راسي ما يفتيها اوكي ثانك يو جاد بليس يو شو وات مي ام سين جاد بليس يو يقول احبها الله يسلمك على راسك طيب حبك انت واخوك وزعي خطيه ورث ما منطيني انت توزعون ولا هذا خطيه هذا ما شفت من بني مارش كذا ينوزع لهم الله يحفظك يوم فاشل بقدونا من جهه هسه انت الكويت رحتي امارات بعد وين قطر بعد قطر يلا جو قطر روح يجي خالي انا اذا ما يجي خالي ما اروح ما تجي انت والله وين كل اروح يا هذا قلت له روح بعد يروح ان شاء الله سلام شافك الحمد لله امين يا رب يحفظك الله يحفظك يا ربي هاي نعمه من الله لله والله واحد يذبح لك 10 20 محرمه اي ذبح انت واخوك هسه من نرجع حتى لا رحنا القطر خلي هناك يذبحون بالعراق ووزعون وزعنا ايه خل... طليا لا خل خالي يذبح حولي والله من هذا حولي من جاي يجيب حولي ما ايد خال يعني ما لي هذا اللي انا عنده فطل يا خالي يعني. والله قال بدا ما اذبح فصلي والله ها ثانك يو برو شلون شتي تعطيهم بس عراقي هذا مال ورث هذا مال خالي هذا اخذنا من ورث هذا حصلناها من الورث بقناها من عند ابوك شايلك ايش شايل بشرفك والله طبعا هي الشايله الصوره اوراق مو هي الشايله قال ماجي ماجي مليون ومليون هي زنقين من الورث تخيطين اياه والله خيرك خلنا نسيبهم يابا هاي 10 5 20 25 30 32 750 قدامكم وصلنا من الورث ما يصير عراقي يما ما يصير والله ما يصير ما صرفت كويتي مو طلعتوا لا والله ما صرفنا ما صرفنا يلا اوكي هسه يطي هسه يصير يجي يابا السلام عليكم في ولد في ولد هنا اكو ايمن يما رحمه شو 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 خالي؟ شو خالي؟ شو شو؟ خالي؟ خالي؟ نختك هل معرض؟ خالي؟ نختك هل معرض؟ خالي؟ طالع؟ والله يا من البارحة قلت لك من البارحة قلت لك والله جرب البارحة سويت اثنين ثلاثة سوالف فلوسنا فلوسنا هاي من فلوس الورد فلوسنا والله لا من فلوسكم ولا بحال قلم بحال قلم ولد دحيت لا من فلوسكم ولا فلوسي والله من فلوس لا لا فلوس من فلوس مو ايه ايش تبع القلم اي قلم طلع 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 القلم هذا من ضمن الورث بس قلم ابو زامل اعطيني اياه القلم مال ابو زامل انا ما ودي اشرح لك لا ما ودي شوي شوي ارفع فوق ارفع فوق شوي ايش ما اقول هاي لا 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 والله ما يجيني كيف فوق ما قبل رجعه هسه هاي ناخذ عليها صوره من اسمها خال مو هيك ارجولك لا ارجولك خلينا اي خال قاعد الصبح احلى
للامانه قعدت الصبح رجل على رجل. ايوه رجع على رجل. اوقف هسه تعدل دقيقه اوقف شوي. هاي نزلها شويه اي حتى ما تطلع رجلك سيقانك ما يطلعن. خليني اشوف سيقانك. هاي انا ما هويت هسه ممتاز. هاي شوي من هذا نزله هيك شرف الشيخ المشايخ. هذا هسه هذا فوق الورثة نخليهن. بس سؤال ها كيسر دني من افتح المرا افتح هذا سالم مو قال لك قول لك اول نفس لابس انا الله عبد ايش راك دبن سالم دبن 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 افتح هذا دبن دبن ترى انا قاعد والله لا 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 ايش صار دبن دبن بس دبن بس دبن لا 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 راسي بيها راسي بيه الشده الشده انزل انزل يا ولي يا ابو حركم طلع لي فلوس طلع لي فلوس وين طالع فلوس طالع فلوس هذا شلون هو القران ما بين وين ما تجي فلوس هيك وين فلوس وين فلوس ضاع ما قول طالع يا سوى بس يجي غير لوتي خلودي الله مثل ما قال والله عريس يراد لك بس مره طيني قرصه من الخدود اموت علي كاني وياي القطر دزيت لك الفيزا القطر بعد ماكو يا دوز ولا جمله ولا قاعده ولا جمله ولا اسمع اسمع ريوق شلون الباحه بالخاشوقه الشطار كبير لا انا وقت اندل اضرب الحكم أخيراً وأعطي فلوس. أوكي أنا ما أعطيك. خبي خبي خامه. يلا خلينا نجيب. أبدي أبدي والله ما أعطيك إياه. وراح تأخذهم؟ ما نفتح بنا بالنص بالنص بالنص. ضرب إياه وضرب مكبوس. أنا بس زيع. أقطع قويته خاله. هذا اسمه خاله يمين هذا اللي أخذ الدوري. إيه. شبي هذا؟ اسمه تعال اسمه هذا اللي أخذ الدوري. هاي 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 خطر من جوا هاي هاي هذا هذا هاي هذا هاي هذا 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 مو زين هذا هذا اليمك زين اشرب اشرب العيلي اشرب العيلي اشرب اشرب شو اللحية حلوة يقولون يقولون خالك يشبهك لو انا اشبهك انت اشبهني انا شلون اشبهك اني لا قالوا خالك يشبهك لا انا بهذا اشبهك لا هي والله ها لا هو انا اشبهني هو اشبهني لا انت انت اشبهني انت اشبهني هو اشبهك انت انت اشبهني خلودي تشبهني ليش رفع مو لي هذا لك والله روح ابوي لك القران مالي القران مالك وين اسحب لك هو تباع مالك كل شيء مالي ما اقول لك ما اقول لك صحيح اموت عليك انا الله يسلمك الله يحفظك نعمل واجب واخرها يحبونك العالم والله تحبك بس السؤال بس سؤال العالم تحبك ويسلم عليك انا اسلمهم الله ممنون تحبهم انت ممنون خالي وين نيلوك جديد اريدك خالي خلود خلودي حبيب القلب نيلوك جديد راح يطلع انتظروا دقيقة خالي كشخة دقيقة شوي عدل العقال منا اي خلاص صورة هذا صور يلا يلا صار مجاني اوقف شوي نزل يدك اي هاي شوي من نسحبها ممتاز كبير تخبر فديتك لا شوي نزل السبحة اي
ممتاز. شوي شوي خليها هيك فوق ايدك هنا فوق هاي. ايه هنا؟ ايه والله تفضل. فينكم من وياي؟ ويا الهجرة من العراق. الحمد لله على السلامة، خوفتنا بالله العظيم. ربي يستر عليك ويحفظك ويحفظ خالك والحجية يستر عليكم وما تشوفون شر. والله يا ابا ايش قد حاولت شهر تو شهر. عمي هسه السلام عليكم. هسه الورث ربع الدلة عمي الدلة الدلة عمي قبلت والله قبلت. السلام عليكم خالنا السلام. خال كان من نصلي اطيل ابن اختك الورث من هي شي اطيل حيته يقول هاي هاي شوبكم مغه اسوديك للحلاق. طلب القوات مالكم. لا 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 مطلب كل شيء لك عشان الطرق هذه والله والله العظيم خلصت ويا هاي شغله وين؟ اه موش اه موش اسفيك مش عارف شو ذي عم نصور بابا نصور خزينه ايش فيك انت؟ عم اترك اترك عم شو ذي؟ اه خلصت يا توك جيبي لك جيبي لك جيبي لك شذي مالي انا بالقواد ما خلقت بعدي والله صاد من ناك؟ لا 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 شو فينا شباب؟ وقع انت فيتنا جميل حي انا وعيني انا الله سيري الله سيري الله نزل من ناس عشان الله دي باكي توقع خامي ايه هاي شوية جدي يوم توقع جدي ايه هاي توقع هلا خاش هو قوس التشين هلا البحمود نعم نعم هلا خاش هو قوس التشين هلا البحمود نعم نعم بما انه انتم جايين تخدموني على راسي خالي على راسي ونورت وشرفتنا شديدين حلويات بتجيبها اي بس قولوا لي يا عالم يا ناس بس ايمه بس يا هاي انا اخدمكم وانتم تخدموني لا لا كل شيء والله راح اجيب لهم حلويات هاي قاعدين. مساء الخير. ملاحظه السعودي ما تنام يمي مو زين اخره والله ها ما عليهم شو هذا يمي لو شنو ها هو طاعينه اي يقول طاعين لعبه هاجي انت سد هالحكي هاجي خبر على مرض جدي مرض جدي هسه شنو تنام هنا تنام غرفتي لو وين ثاني لعبه لعبه ما عندي ليش شو اللعبه والله انت جبل على اي اي يا رب علي شك عندنا اشنو نوم هذا صار الحين بالطيران حتى الطيار صوروا هم كذا يما شلون بالمصعد شلون بالمصعد الله يسلمك الله يسلمك اقول لك سلمينا سلمينا على برياض وعلى برياض خال 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 عالم خال لا يطردونا من الفندق لا يطردونا خال راح لوالدي الله يسلمك الله يسلمك سلامتك يا والدي هسه شنو ما تنام هنا؟ لا تروح غرفتك؟ شوف دقوا الباب دقوا الباب صياح صياح عمي صياح عمي هوسه راح يطردونا والله لا جابوا الغراض جابوا الغراض يما شو تعال خال بس يسباع هذا مو الكارت اوقف هنا هسه هذا مو الكارت خال تعال شو تسوي تخليه هنا انا شو تسوي دوس رقمين تسعة هاي تسعة هاي الله وياكم غرفتكم تندلونها عابد بس انتم خالي ادري انزل بس سؤال انزل للمطعم قلت لكم بالطابق الثاني انتم صاعدين للعاشر ادري جايين اخدمكم تخدموني يا خالي والله تعبتني يعني بس قولي هذا العقال ايش فيه اخ ايش فيه هذا العقال بس اخير شيء ايش فيه العقال الكشخه
وفي مارب اخرى. شيل المارب الاخرى. الاخرى جلد في جلد. انا وياك بعد صداقه صرنا بدون خالي. ها شو اقول لك؟ خالد لو خلودي. شلونك خلودي؟ خلودي. ضني ضني خلودي. انا اطلب كورة خلودي. وكم عاد؟ أف جاسم. أف جاسم. الحق السولف. أنا جبت أيسر. وجبت أمي وجبت خلودي. خالي. قال خلودي بعد. خلودي بعد أصلح لخالي. يداروني لو أداريهم. والله العظيم. ماكو. هذا أيسر بس من نجا شفناه. بس عايشين للمستشفى. عمي ما شفت أنا. هسه الله شفته. من نجا وهسه الله شفته. إيه. أما بالنسبة للخال. إيه. هذا واقف يمنا والنوبة يحكي عيني عينك يقول أنا ما ماكل حق أيمن أنا ناطي وبزيادة وما أنطي أدري أنت وين تروح من العراق؟ عمي جايبين يعني يبي تفضل أذني ذهت أيسا لا لا جايبين تصدق علينا يرحم والديه أذني هنا أنا لا 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 لك شوف مثلا لك شدوكي ولك الأقال ترى الكشخة وفي معارب أخرى والله العظيم أجدك كل الأقال لتشتن هاي إيه؟ بس خالي ما يفيديو أنا تشتن هو قال لا ما يضيع حق وراء هذا الله أستاذ أيه؟ يقول يوم هالكركوك أيه والله كسر مالك كان يخابر كان يخابر بزوجته يخاف من عنده يقولهم راح أتزوج يقولها هاي جاي خابر بعمتي مو يقول اخذ الاذن من عدل وما اخذ يقولها 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 خاف يقولها خاف تسمع السالفه انه جاي يدور مره فترى هاي مو انا قايل اي والله قبل شويه قال زوجوني اقول زوجوني من علي طالع على طالع على ابو يما قم ترجف قرر يما قم ترجف تسمعي حجية تقول يقول لا لا ها هي قم ترجف يعني ما يخاف ما عليك بالحجي أخ أحسن من أخوك وأهلك صدق جير عن الرأس تسألي كل أسف لهالي للعراق كركوك أسولف أقول تعال شوفنا الكويت ماكو طيبتهم سوان معزمونة ناس تقول معزومين ناس تقول تعال ذاكلكم طلي والله أنا واقف عقلي على طيبتكم وأشكركم والكادر مال يعني الحويجة كلها كرم والله العظيم والعراق كلها كرم والله ويد الله يحفظ لي أيمن كل شيء ما أريد كل شيء ما لا مال ولا بس أيمن كثر تحبين أيمن ويا روحي أيمن علمني على الليالي البيض اثنين وخميس علمني أصوم يعني ثلاث أيام احنا نسميه الليالي البيض وبكل شي يا ناس نخبل احنا قولوا How are you my brother? Fine, how are you? Best luck for I'm today. I'm fine, thank you. Where are you from? That is secret. What? Where are you from? Secret. Where are you from? I'm from India. India? Hindi. Meetup, Shah Rukh Khan. Meetup? Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Shah Rukh Khan, Salman Khan, Saif Ali Khan. Good. Yeah. You speak Arabic? كلم عربيك. اه. شو شوي. شلونك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. شكرا بارك. لا نسميك. كيف حالك؟ يلا. كل شيء تمام. تمام؟ Go down. يلا. شو لنا جوا؟ شو لنا جوا؟ يلا. لا يا. يلا. With the music. Yeah. حبيبي. Nice to meet you. Me too. حبيبي. ابراهيم لا. خالي ما طلع مو؟ هاي اشكاش ها؟ اشكاش من يا عمام؟ انا عاني من يا اهلا وسهلا في عالم وراور؟ ها؟ لا انا مو عشيرة انا عاني اشكاش اشكاش ابراهيم ابراهيم على خالي ابو قبل؟ ليش قالوا علي دعوة؟ اكو اشكال عليك عندك مقابلة يلا مو لازم؟ ابد مو لازم تشابه اسماء لا مو تشابه تعطيني ورث خلودي ابراهيم لا
اي اي خالي اي خالي اي هذا امر قبض عليه يلا امر قبض هذا سجن والله لا تجي بالكويت خلودي دعك القال امانه الله وكل هذه العقاله جرس يعني بالمطر والله عليك القاء قبض والله قوم كابتن السلام عليكم حتى الدشداش القديم والله كنا بدر ناصر اجيت من العراق دينار هسه شنو دولار مخوف يجي بعلى حتى الدشداش القديم كل ذبيتن والله ستايلك توب هسه شنو راد لي مره هسه رايد لك مره خالي اليوم حاضر مع المنتخب الوطني الممتاز ملاك أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أكيد هو واجب على كل لاعب إنسان زملاء وخاصة إنه لاعب منتخب أكيد واجب إنه الحضور في هذه المباراة ودعم إخواني وأصدقائي كل لاعبين ما قصروا حالة الطرد عادي يعني يصير على كل أي منتخب بس غيابك كان مؤثر اليوم واضح البركة بالموجودين تشوف الجو أيضا كان مؤثر حالة الطرد اللي أول دقائق أكيد تأثر على لاعبين منتخبنا لكن الحمد لله وشكر قدرنا نحصل على يعني بالنسبة لنقطة يعني هارديك الفريقين مبروك الفريقين حضور الجمهور كان مميز الكويت هسه خلينا نعرفها طمنا على وضعك الصحي كافرين الحمد لله وشكر يعني كان يقدر يلعب خمس دقائق بس يتخلي على الحمد لله وشكر لا الحمد لله يعني أزمة وعدت إن شاء الله أسبوعين راحة بعد إن شاء الله أدخل إن شاء الله خالك شنو موضوع ذيته ترى خالي يطلب وريث وإذا ما يطلب وريث ما اعرفه الله كبير ولا عبي عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد مثل ما تعرف الوضع صحي لا الحمد لله وشكر اسبوعين راحه وان شاء الله بعدها ادخل ان شاء الله شوي شوي بالتمارين ان شاء الله اذا الله راد تسليم رب العالمين المباريات القادمه ان شاء الله اكون حاضر ان شاء الله جاهز مع المنتخب ان شاء الله شايف المباراه تبقى ثمينه رغم الظروف شوف كان المفروض احنا نحصل على 3 نقاط لكن الحمد لله وشكر اللاعبين ما قصروا كل اللاعبين ظروف المباراة هي أدت إلى هذا الشيء لكن احنا نقول نقطة أفضل من لا شيء لكن كان انه نحصل على 3 نقاط هو الأهم